السلام عليكم ورحمة الله. خلط الأسمدة يا باشمهندس، ينفع نخلط السماد الفلاني على السماد العلاني؟ دايما الباشمهندس يرد الرد المشهور، والله ممكن تعمل تجربة خلط، لو حصل ترسيب أو حصل تفاعل يبقى ما ينفعش تخلط، ولو ما حصلش أي تفاعل يبقى اعتمد على الله، وكأن كل المشكلة في امتزاج المحلول، رغم إن في مشاكل تانية كتير ممكن تقابلنا في خلط الأسمدة. أنا زينب شوالي مهندسة زراعية، هكلمكم النهاردة عن خلط الأسمدة. إيه هي محددات خلط الأسمدة؟ رقم واحد الملحية. لازم نفهم إن الأسمدة اللي إحنا بنشتغل بيها أغلبها هي عبارة عن أملاح، نترات النشادر، نترات الكالسيوم، سلفات المغنيسيوم، سلفات البوتاسيوم، أي حاجة مكونة من شقين هي عبارة عن ملح. عندنا حتى مثال مشهور، سلفات النشادر دايما أنتوا بتقولوا عليه ملح، هو يمكن لأن هو الأعلى في الدليل الملحي عن الأسمدة الأزوتية، هو أكثرهم ملحية يعني. طب باشمهندسة أنت إزاي بتقول إن الأسمدة اللي إحنا بنشتغل بيها أملاح وإحنا دايما بنخاف من الملوحة في التربة؟ لازم نفهم إن في حاجة اسمها أملاح نافعة وأملاح ضارة، زي أنت بالظبط، ما أنت بتاكل المانجا، ما المانجا معروف إن هي فيها أملاح، ولكن هي بتنفع الجسم أو أنت بتستفيد منها لحدود معينة، وبعد كده بيبدأ يحصل منها ضرر، وهي دي الأسمدة اللي أنت بتشتغل بيها، هي أملاح مفيدة للنبات لغاية حدود معينة، وعشان كده إحنا هنا بنقول خلط الأسمدة ممكن يبقى فيه مشكلة لو عملنا خلط أسمدة ملحيتها عالية مع بعض، لأن أنت في الحالة دي بتزود الإجهاد حوالين الجذور، بتصعب امتصاص المية وبتصعب امتصاص السماد اللي أنت حطيته. طيب إزاي نعرف ان احنا نخلط السماد ده ولا؟ انا عايز اديكوا بس حاجات اساسية او حاجات رئيسية. نترات الكالسيوم هو اعلى ملح في الدليل الملحي في الاسمدة اللي احنا بنشتغل بيها، هو رقم 2 بعد الصوديوم على طول. طبعا كده كده ما حدش بيشتغل باملاح الصوديوم، فهو يعتبر في الاسمدة بتاعتنا الاكثر على الاطلاق في الملحية، تقريبا الدليل الملحي بتاعه 5 وشوية، وده طبعا الاعلى على الاطلاق. اللي بيجي بعديه سلفات النشادر بيبقى 3 وشوية، وهو ده الأقل منه وبرضه الأعلى في الأسمدة الأزوتية. ويمكن عشان كده احنا كنا دايما بنقول يا جماعة ما تخلطوش نترات الكالسيوم مع أي اسمات تاني، لغاية ما طلع مجموعة مهندسين أو استشاريين بيقولوا لا، نترات الكالسيوم ممكن نخلطها مع أي حاجة نترات زيها، نترات نشادر أو نترات بوتاسيوم أو نترات مغنيسيوم، طالما نترات يبقى يتخلط معاها نترات الكالسيوم. أنا مشكلتي في خلط نترات الكالسيوم مش إن هي بتختلط أو ما تختلطش، مشكلتي في نترات الكالسيوم إنه ملح عالي، الدليل الملح بتاعه عالي، فهيزود لي الاجهاد حوالين الجدر، هيزود لي صعوبه الامتصاص. يجي مزارع يقول لي يا باشمهندسه تعالي عندنا مشكله في الارض، احنا حطينا تسميد كتير والزرع واقف مش راضي يتحرك، نروح نلاقي تاثير اجهاد، الورق ملفوف، الزرع كانه ما بيشربش، رغم ان الزرع بيشرب كويس، الزرع واخد التسميد بتاعه، ولكن للاسف في تركيز املاح عالي حوالين الجدر اللي هي الاملاح اللي المزارع نفسه ضافها، وهي دي مشكلتنا في خلط الاسمده في الدليل الملحي، او ان احنا نتجاهل الدليل الملحي للسماد او نتجاهل ملحية الاسمدة بشكل عام. المحدد الثاني لخلط الاسمدة هو التنافس. بسم الله الرحمن الرحيم. وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، في بعض العناصر بتؤثر على امتصاص عناصر تانية. كل القصة مش مجرد ان عنصر اسرع من عنصر ولا عنصر ابطا من عنصر، هنفهمها لكم بشكل مبسط خالص، ان في بعض العناصر بتبقى ماسكه قوي في التربه صعب ان الجدر يمتصها، وفي عناصر تانية اسهل منها. انا لما بدي وجبه متكامله او بدي التسميد كله مع بعضه، انا بصعب المساله على العنصر اللي حركته تقيله، احنا بنقول عليها حركته تقيله، ولكن هو بيبقى ماسك بقوه في التربه، فالنبات بياخد العنصر المتاح، ففي الحالة دي أنا ما بقدرش أستفيد من جزء من التسميد اللي أنا اديته، وده لأن حصل امتصاص لعناصر تانية متاحة، في حين أن العنصر اللي موجود معاهم واللي مش قادر الجدر يمتصه واللي ماسك في التربة بقوة أكبر زي الكالسيوم والمغنيسيوم، للأسف ما بيبقاش في حظ الامتصاصهم، لأن الفرصة بالنسبة لهم بتبقى أقل كتير في وجود عناصر تانية منافسة ليهم في الامتصاص. طيب ايه هي النصايح العامة اللي ممكن نتبعها في خلط الأسمدة؟ رقم واحد، نترات الكالسيوم نركنها على جنب وسلفات المغنيسيوم، والقصة هنا مش مجرد ان في تجانس في خلطهم او عدم تجانس، لان انت ممكن لو جبت نترات الكالسيوم وخلطتها على سلفات النشادر او خلطتها على نترات النشادر او نترات البوتاسيوم هيحصل امتزاج، ولكن هتبقى مشكلتنا بس في ان واحد فيهم هيأثر على التاني. طبعا
نطرات الكالسيوم هتبقى تقيلة شوية ومش هيتم الاستفادة منها بسهولة، خاصة في وجود سماد تاني. ومش بس كده، وجودها مع مجموعة أسمدة تانية هترفع الملحية حوالين الجذور وهتزود عند الإجهاد. إذن نركن نطرات الكالسيوم على جنب ونركن سلفات المغنيسيوم وهنتكلم عنهم لوحدهم. بالنسبة للبوتاسيوم والفوسفور والنيتروجين مفيش مشكلة من خلطهم، بس طبعا هنراعي، هبقى انزل لكم الدليل الملحي للأسمدة إن شاء الله، هنراعي بس فروقات الملحية ان احنا نحاول لما نيجي نخلط ما نختارش الصورة اللي ملحيتها عالية، نقرب الارقام شوية من بعضها، ما نستخدمش يعني سلفات النشادر الملحية بتاعته عالية. انا ما بفضلش خلطه الحقيقة، وما بفضلش اصلا استخدامه ببرنامج التسميد الا في ظروف معينة. افضل نصيحة ممكن نتبعها في خلط الاسمدة اللي ينفع تتخلط او اللي ملحيتها قليلة زي ما اتكلمنا، ان احنا بندي كل سماد او هندي الاسمدة مع بعضها ولكن بكميات قليلة. يعني انا بدل ما ادي مثلا من نطرات النشادر 10 كيلو، من البوتاسيوم 5 كيلو، من الماب 5 كيلو، واديهم كلهم في تسميدة واحدة وانا فاكر ان انا اديت وجبة كبيرة قوي للنبات، نبات مش هيقدر يمتص ده كله، هيمتص اللي يمتصه والباقي ممكن نتخلص منه في مية الصرف، ودي طبعا تكلفة زايدة في ظل التكاليف اللي احنا النهاردة بنعاني منها. ولكن افضل طريقة لإضافة الأسمدة هو ان احنا نضيفها، لو هنضيفها في كل رية، كل رية ممكن ندخل تسميد ولكن بكميات قليلة. ممكن ادي 3 كيلو نطرات، طبعا الكميات بتبقى على حسب الزرع وعلى حسب المرحلة العمرية، انا بدي امثلة، هندي مثلا 3 كيلو نطرات، هندي 2 كيلو بوتاسيوم، هندي كيلو ماب، بنقلل الكميات ولكن بندي على مرات متكررة. لو انا بروي 40 رية في الموسم، انا ممكن ادي 40 تسميده، ولكن ان انا ادي كميه الاسمده كلها بكميات كبيره مره واحده فدي مشكله كبيره، لان انا برفع الملحيه حوالين الجذور وده هيزود معايا الاجهاد. ومش بس كده، هيحصل فقد كتير لكميه مش هيستطيع النبات ان هو يمتصها بسهوله. في اول الفيديو قلنا ان اشهر حاجه او اشهر محدد دايما المهندسين او الناس اللي في المجال بيتكلم عنه في خلط الاسمده هو التفاعل، ان الاسمده ما تتفاعلش مع بعضها، رغم ان في امثله للتفاعل مخفيه شويه ومحدش واخد باله منها. على سبيل المثال اليوريا والسوبر، الاثنين لو اتحطوا مع بعض في وسط قلوي هيحصل تثبيت للفوسفور، وامثله تانية مش عايز ادخل معاكم في تفاصيل كيميائيه. وهنا انا بس انا عايزه امر من النقطه دي لحته مهمه جدا في السوق او في منتجات موجوده في السوق، مش منتج واحد وبيعمل لنا كلنا ازمه في استخدامها، وهي الاسمده المركبه او التسعتاشرات. ايه مشكله التسعتاشرات وليه ما بقتش تجيب نتيجه زي زمان؟ رحت المصنع وقلت له انا محتاجه اعمل سماد تسعتاشرات، بس انا اللي هجيب لك الخامات وانت هتاخد الصنعه. طلبوا بعتوا لي الليسته بتاعه الطلبات، لقيتها نطرات نشادر ويوريا وسوبر فوسفات وماب و0050. ايه ده يا جماعه، امال فين هي ده 19 اللي انت بتدهوني، امال فين سر الخلطه؟ قال لي لا دي حاجه بتاعتنا احنا. طبعا انت، ما هو ما عندوش سر خلطه ولا حاجه، هي كل القصه ان الاسمده اللي انت بتستخدمها في الارض هو بياخدها ويخلطها عنده بشكل عشوائي، مفيش ولا سماد فيهم مدروس خلطه، لان في منهم اسمده للاسف ما ينفعش تخلط على بعضها. على سبيل المثال اليوريا ما ينفعش تتحط مع السوبر فوسفات، ايا كانت التفاصيل الكيميائيه الفوسفور هيتثبت. والمشكله ان انت هتاخد المنتج بتاعه وهتروح تحلله هتلاقي العناصر موجوده بالتركيز، اول ما هينزل التربه هيحصل التفاعل وللاسف هتفقد جزء كبير من العناصر. ده بخلاف طبعا ان لم يراعي اي احتياطات في ملحيه المواد اللي بيضيفها، لم يراعي البي اتش او الحموضه، فللاسف التسعتاشرات يا جماعه يا ريت نحاز شويه من استخدامها، ويا ريت نختار المصادر الموثوق فيها، لان النهارده انا نفسي عانيت من اسمده موجوده في السوق وملهاش اي قيمه. ده كان كل حاجه النهارده، اتمنى ان انا اكون لميت الموضوع بشكل مختصر ومبسط. شكرا ليكم ودمتم بخير.